التنقل بين حاسي بن عبد الله وسيد خويلد لن يكون إلا بالمرور عبر هذا الطريق الذي يعد بمثابة شريان الحياة هنا، لكن المشكل المطروح والانشغال الأكبر لمستعمليها وضعيته الحالية. ضيق الطريق، الحاجة الثانية من طريق مكسر، الحاجة الثالثة من زحف الرمال وبطبيعة المنطقة الفلاحية، والحاجة الثانية سياحية بسبب وجود البحيرة، هذا ما يجعل مشكل ازدحام مرور. العرق هذا وبطبيعة الحال احنا في الصحراء اللدنود الناس ما تسكر الطريق. وصرات حادث ولا زوج هنا في هذه البلاصة. عندها وقت شوية. وش هي المطالب تاعها؟ نورمال مو تجيدوا بالفوا منا. همزة الوصل الوحيدة للمنطقة الصناعية الجديدة لولاية ورقلة يعاني من ضيق شديد ومنحدرات كثيرة وخطيرة، بالإضافة إلى اهتراء العديد من جنباته، ما جعله طريقا مميتا في عديد المرات. لأنها طريق ضيقة بزاف، وفيها الرمال المتحركة هذه اللي منها هاك، وناش دواري ولاية ورقلة رئيس دائرة سيدي خويلد أنهم يشوفوا الطريق هذه ويديروها لنا ازدواجية في أقرب فرصة. ينشوفوا لنا الطريق هذه اللي رابط ما بين سيدي خويلد وحاسي بن عبد الله، لخاطركش عاد الآونة الأخرى كثرت فيه حوادث المرور، ورانا شفنا عندنا الشهرين اللي فاتوا عندنا قريب واحد الخمسة ولا ستة توفوا. بلا هذه كل جمعة رانا نشوف حوادث المرور، خاطر المنطقة تاع حاسي بن عبد الله كيما نقولوا العرق تاع سيدي خويلد هذا نشوفوا في الويكاند هذا راه السياح يريحوا ياسر هنا في العرق. طريق مزدحم كونه المؤدي لمناطق عدة سياحية يطالب مستعمله بازدواجيته نظرا لأهميته البالغة، وكذا تفاديا لمجازر مرورية تودي بحياة الأبرياء.